حياكم الله أعزائنا المشاهدين وإلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مجدداً يحملنا الشوق إلى الشام، إلى سوريا التي لا تقبل القسمة إلا على أهلها، إلى سوريا التي ترفض وتكره التجزئة. من هناك ندلف إلى حلب الشهباء، حلب التي جمعت أحزانها في قلوب أبنائها فتشكلت معهم حقائب سفر أجبروا على حملها، وتشكلت كذلك قصائد ألم كتبوها راضين على أمل الالتقاء والشهباء مرة أخرى في وطن كله أمن وأمان. مشاهدين، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا من سوريا حل على بيت القصيدة الشاعر محمد جهاد شيط. أهلا بك سيد محمد جهاد معنا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ مصطفى، حياكم الله وحيا قناتكم الكريمة قناة الرافدين وجميع العاملين بها. أستاذ محمد، اسمح لي أن أناديك، وطالما أن اسمك اسم مركب، أن أناديك جهاد استسهالا للفظ، ودعنا يعني أن نذهب إلى جهادك بالكلمة وإلى فكرة التشكل. باعتقادك أيهما شكل محمد جهاد شيط، الكلمة وتعلم هذه اللغة أم طين حلب أم كلتاهما معا؟ في الحقيقة هما الاثنان معا. من عاش في حلب ونهل من علومها بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير، وسأقول لك سرا، اسمح لي أن أقول لك ذلك. بالنسبة للكلمة وتعلم اللغة، نعم، هذه أول مرة سأقولها أو على الهواء. أنا لم أتابع دراستي في المدارس، نعم، ولا لم أدرس بطريقة أكاديمية. أنا كان حبي للغة عشقا ذاتيا، نعم، منذ صغري كنت أحب اللغة العربية وأحب المطالعة والقراءة كثيرا، وكنت شغوفا بها بشكل كبير، وكنت أطالع الكتب مرارا منذ كنت في العاشرة من عمري، نعم، وهذا كان له الدور الأكبر الذي جعلني أتابع الدراسة ولكن بشكل شخصي، ليس عن طريق المدارس وإنما عن طريق الكتب وحتى دون معلم يعني. نعم. هل لحلب خير وأثر فيها؟ طبعا بالتأكيد لها الدور الأكبر. حدثنا عن حلب. حلب يكفي أنها عاصمة الثقافة. ما الذي تتذكره من حلب كلما أردت أن تكتب قصيدة وفرضت حلب ذاتها عليك فيها؟ والله أول شيء أتذكره هو الأحياء الشعبية التي في حلب، التي كان لها تأثير كبير بي. أنا إجمالا من محبي الحارات العتيقة سواء في حلب أو في دمشق، نعم، أحب التراث بشكل عام يعني، وهذا كان له تأثير كبير. نعم. هل تتوقع أستاذ جهاد فكرة بناء مشروع السلام العالمي الذي تتشدق به الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، هل تتوقع أنه من الممكن أن يجد صدى وواقعا ملموسا في بلادنا، أم سيظل فقط مجرد حلم نجود به على الورق؟ والله هذا ما نتمناه جميعا، وللأمانة نحن العرب إجمالا دعاة السلام، لسنا كما يتشدقون الغرب، نحن دعاة السلام وهم مدعي السلام. نعم. نحن نعمل للسلام بصدق وهم يزيفون القول ويدعون الحريات الشخصية والسلام، نعم، وكله مجرد كلام لا أكثر. نعم. أريد منك ببساطة وبلا تكلف أن تحدثني عن جرحك الذاتي وطنا يا محمد. دعني أحدثك عنه من خلال نص. تفضل. إلى القصيدة إذن. رغم أن لم يكن في المخطط أن أبدأ في هذه القصيدة، إنما سؤالك جعلني أذهب إليها مباشرة. إلى القصيدة إذن، تفضل. القصيدة بعنوان في بلادي، وهي تحكي الواقع التي تعيش بلادي في هذه الأثناء. في بلادي مواجع وجراح، وليال ما مسهن صباح، وعيون مستنفرات لحزن، وأنين مستوطن ونواح. قوتنا مسروق ونحن جياع، كل شيء
حتى الهوى مستباح وبنو قومي رغم كل المآسي أمطرتنا سهامهم والرماح وبنو قومي رغم كل المآسي أمطرتنا سهامهم والرماح ليت شعري ليت شعري هل يستطيبون ذلا أم تراهم باعوا الوفا واستراحوا في بلادي كم اشتكى الموت منا حين ملت أجسادنا الأرواح في بلادي كم اشتكى الموت منا حين ملت أجسادنا الأرواح لا تسل كيف يصبح الحب ذكرى في قلوب تغتالها الأشباح واسأل الدهر عن دموع الثكالى هل عليهن إن بكين جناح في بلادي تخون إن قلت يوما لا لباغ أو لمت ما قد أباح في بلادي عجائب مستحيلات وقهر مدى الزمان مباح في بلادي عجائب مستحيلات وقهر مدى الزمان مباح لماذا جعلت القهر مباحا ولم تجعل له حدودا يتوقف عندها يا جهاد؟ لأنه بكل بساطة هذا الواقع حاليا هذا الواقع. أليس من المفترض على الشاعر أن يرسم واقعا مختلفا يبشر به الناس ويتنبأ من خلاله بدنو الشمس؟ بالطبع بالطبع، ولكن يعني أحيانا أجنح إلى الواقعية في شعري، يعني رغم أني أو البعض يسميني أو يقول أن في شعري دائما أميل إلى اليأس أو القنوط أو نظرتي تشاؤمية في الكتابة، ولكن هذا غير صحيح، يعني إنما هو الواقع الذي يفرض نفسه. طيب دعنا نجنح عن الذاتية ونسبر غور الوجع الجمعي الذي حقيقة نعاني منه جميعنا يا جهاد. لو أردنا أن نتحدث عن فكرة الشهباء الوطن حلب التي تحن إليها، هل هناك دموع تقودك حنينا إليها أم ما يقودك إليها فقط ذكريات الفرح؟ والله سؤال صعب، أليس هو كذلك؟ صعب، ولكن هي الذكريات كما قلت، يعني دائما الذكريات مجتمعة، الذكريات دائما هي ما تشد المرء إلى أي مكان. نعم، يعني أنا أتذكر طفولتي كيف عشتها، الحي الذي نشأت به، الأشخاص الذين تعاملت معهم منذ صغري وحتى بلغت أشدي، فهذه الذكريات هي التي دائما أنا بصراحة يعني ما تذكر أمامي حلب أو دمشق، فأنا في هذه المدينتين منزلة واحدة عندي. نعم، إلا ويكاد يقفز قلبي من ضلوع. ما هي أخبار هذه الذكريات، هؤلاء الأشخاص الذين استحضرتهم في إجابتك يا جهاد، أخبارهم اليوم؟ والله منهم من صار تحت التراب للأسف، ومنهم من يعاني في هذه الدنيا كل في جهة، ومنهم من ما زال في مدينة حلب مرابطا صابرا راضيا بقضاء الله. هل من الممكن أن يكون التراب ظالما لأبنائه؟ لا لا يمكن، لأن يعني التراب الوطن دائما بحاجة لدماء أبنائه. نعم، كيف الوطن بحاجة إلى هذه الدماء؟ ألم تشبع هذه الأرض من الدم؟ حينما يكون الأمر متعلقا في العزة والكرامة لا يمكن للأرض أن تشبع. وفاتورة العزة والكرامة هل هي فاتورة مفتوحة؟ ألا ينبغي أن تكون فاتورة محددة بمدة زمنية؟ نحن نتناقش طبعا، أنا لا أعارضك. صحيح، هذه الفاتورة هل ستظل تدفع من لحمنا وعظمنا حتى قيام الساعة مثلا؟ نتساءل فقط. والله في هذا ستجبرني على قول حقيقة. تفضل. وهي طالما أن ضمير العرب غائب ستكون الفاتورة مفتوحة. قل ما أنت مؤمن به، لا تثريب عليك ولا خلاف يا رجل. الآن أريد منك أن تذهب إلى قصيدة أخرى، ولكن لدي رجاء بسيط، رجاء بسيط أن ترفع صوتك قليلا. حاضر. إلى القصيدة إذا مباشرة، تفضل. اقرأ ما بين يديك، لا مشكلة. بين يدي قصيدة دمشقية.
اقرأ ما تحب. دعنا نتذكر دمشق معا إذن. قصيدة بعنوان عشق دمشقي. عشق دمشقي. تفضل. وهذه يعني تنبئك عن ذكريات التي عشتها في دمشق أيضا. نعم. نقي كسيل الشعر من كف مغرمي، صباحك يا شامي وليلك ملهمي، ووجهك يروي للزمان حكاية قرأت بها تاريخ كل متيمي، ولي ذكريات كم تطول فصولها تفاصيلها في كل سفح ومعلمي، على شفة الجوري نقشت قصيدة وأخرى على خد البنفسج بالفم. على شفة الجوري نقشت قصيدة وأخرى على خد البنفسج بالفم. الله. وطوقت جيد الياسمين بضمة، وطوقت جيد الياسمين بضمة، فمن فك عطر الكون يسكن معصمي، وما زال لي في كل غصن حكاية ترددها الأطيار دون تلعثمي. سلي يا دمشق البنة كيف يذوب في فناجيني عشق ثم يقرأ أنجمي، وعن فلسفات الثغر حين تخوض في معالمه السمراء ذات تبسمي. سلي الأقحوان اليوم عن سر لونه يجب إن هذا اللون يؤخذ من دمي. الله الله الله. أيا شام، أيا شام، كم من عاشق مر من هنا وكم شاعر للياسمينة ينتمي. أيا شام، كم من شاعر مر من هنا وكم شاعر للياسمينة ينتمي. الله. أنا خاتم العشاق والشعراء إذ تركت ملوك العشق خلفي، فاعلمي أنا صوتك المبحوح في كل صرخة، أنا قلبك الموجوع إن تتألمي. هنا قلبك الموجوع إن تتألمي، هو ألم جماعي وليس ألم وليس ألما شخصيا أستاذ جهاد. هذه الآلام هل من سبيل إلى توقفها؟ والله يحتاج الأمر إلى جهود كبيرة وجبارة منا جميعا. نعم. سواء المثقفين وسواء الطبقة العاملة وجميع الطبقات، وهذا ما لا نراه على أرض الواقع حقيقة. نعم. يعني كل يقول اللهم نفسي، يعني إذا صح التعبير، وهذا ما أودى بنا إلى ما نحن فيه الآن. نعم. في موضوع آخر وقبل أن نذهب إلى قصيدة سنشاهدها أنا وأنت والسادة المشاهدون الكرام، أود أن أسألك سؤالا عن العنوان الذي اختاره صاحب القصيدة، أو أن تؤجل رأيك إلى ما بعد القصيدة. الشاعر الذي سنشاهد قصيدته اليوم هو الشاعر السعودي جاسم أصحيح، وقصيدته عنوانها نبوءة الوهم، ولها عنوان آخر نبي الوهم. هل باعتقادك أن الشعراء هم أنبياء الوهم حقا؟ سأجيب بعد أن أسمع القصيدة. تريد أن تسمع النص قبلا. تمام. إذن أعزائنا المشاهدين، دعونا نذهب الآن وإياكم حتى نشاهد معا ونستمع إلى قصيدة للشاعر السعودي جاسم أصحيح. نتابع القصيدة ومن ثم نواصل ما بجعبة ضيفنا من قصائد. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. نبي الوهم. في الحرب ما بيني وبين معاجمي ما ثم إلا المفردات غنائمي، لم يبق لي إلا أنا وكآبتي وأنين قافيتي وبعض شتائمي. ماذا أصاب الكائنات؟ فها هنا كل الرؤوس تلوح دون جماجمي. ليت الموسيقى لا تموت، وليتهم لم يسلخوها من ثغور حمائمي.
ليت الموسيقى لا تموت وليتهم لم يسلخوها من ثغور حمائمي في ورشة الحلم الكبيرة. في ورشة الحلم الكبيرة لم أزل من خردة الكلمات أصنع عالمي. الحزن وحد بي سواي، الحزن وحد بي سواي، كأنما كل المآتم في الحياة مآتمي. تأس الجراح الطيبات طمادتي وتمسد الوجع النبيل مراهمي. ما زلت أنبت بالعناق، ما زلت أنبت بالعناق، كأنني غصن وآلاف الزنود براعمي. كل العناقات التي ربيتها في ساعدي نذرتها للعالم. في صوت صعلوك أتيت، وربما جاوزت ذاك إلى نبي واحد. غنيت فانفتقت عظام جوانحي عن سرب أجنحة وحشد قوادمي. أسمو إلى نفسي الشفيفة كلما صعدت بي الألحان بضع سلالمي. يقتادني المعنى الضرير، يقتادني المعنى الضرير، فلم أصل يوما لكي أحتز رأس تشاؤمي. في الدرب طلقت الجهات، ففكرتي هي زوجتي أوق الجميع محارمي. ثم اقترضت من الحقيقة جلدها لأعيش فيه، وهاج وحش عزائمي. وظننت أن عصا النبوة في يدي لأسوق قطعان الشعاع الحالمي. وطفقت أزعم أن جرحي شرفة منها أطل على الزمان القادم. وأنم في أذن الجهات، فربما تمشي على أقدامهن نمائمي. في قامتي وجع الخرائط كلما شطبت بأقدام احتلال غاشم. في قامتي وجع الخرائط كلما شطبت بأقدام احتلال غاشم. شاد أعوذ كل قامة نخلة من أن تفيق على غراب جاثم. وأطمئن الدنيا بأن جبينها أعلى من الحجر القديم الآثم. في أغنيات البؤس تكبر ثورتي، في أغنيات البؤس تكبر ثورتي. في الرفض في أحلام كل مقاومي، لا بد أن أطوي يدي على غدي وأرجح التاريخ بين معاصمي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين بعد هذه القصيدة الممتعة حقا للشاعر السعودي جاسم أصحيح. ظل أن نعود بالسؤال مجددا لمحمد جهاد الشيط، هنا ضيفي من سوريا. جهاد، هل هي نبوءة وهم أن الشاعر يتمنى أن يصلح هذا الكون، أن يكون سر كل جميل وأصل كل جمال؟ دعنا نسميها نظرة تفاؤلية، هذا أفضل من أن نسميها وهم. أنا أرى أن الشاعر دائما يرى بعينه أو يرى الجمال بعينه أو من منظوره الخاص، ويرى ما لا قد لا يراه غيره. فلذلك دائما ما يقوده شعوره للولوج في المستقبل بنظرة تفاؤلية. النص الذي شاهدناه قبل قليل إلى أين أخذك؟ والله أخذني إلى قصيدة سأقرأها، هي التالية. تفضل. كنا في الحديث قبل قليل عن نظرية السلم والحرب، والنص هو بعنوان فلسفة السلم والحرب. تفضل. هذه نظرتي التفاؤلية بالنسبة للسلم. نعم.
فلسفة السلم والحرب. على جنح طير كان يحمل معولة، يخبئ في عينيه حلما تأوله، يسافر في أفق الخيال كشاعر يراوده معنى يفوق تخيله. يسافر في أفق الخيال كشاعر يراوده معنى يفوق تخيله. ببسمة طفل مد في الحرب كفه ليزرع في وجه القنابل سنبلة. الله الله. وما بين صمت وارتياب ورعشة يناديه صوت يستثير تأمله، يقول له إني أخوك فلا تخف، فهيا إلى ذاك الستار لنزدله. فإن مد كفا للسلام مصافحا يمد له الكفين لكن ليقتله. ومع شهقة البارود يوأد حلمه، وأنثى بعمر الورد تصبح أرملة. ويولد من عمق الجراحات برعم يتيم قد اغتالت يد البغي أجمله. تحاصره الأوجاع من كل جانب وقد بات مصلوبا على حد مقصلة. يا الله. على وجنة التاريخ سطر دمعه وخيبة من أمضى الطريق وأكمله. عجيب هو الإنسان يزداد ظلمه إذا ملأ الرحمن بالماء جدوله. ومن عهد قابيل الحروب تقودنا وما زال معنا السلم أكبر معضلة. ومن عهد قابيل حروب تقودنا وما زال معنا السلم أكبر معضلة. تنام على صمت القصائد أحرف وتصفر في ثغر المطالع أسئلة. يد تقتل الإصباح تجتث نوره، فما أحلك الليل المقيم وأطوله. وأطوله. هذا الأخ الذي انتهى النص. نعم. هذا الأخ الذي قلت له هيا بنا إلى الستار لنسدله، ما هو المقصود بالستار هنا يا جهة؟ هو ستار الحرب. ستار الحرب يعني بطل النص كان يدعو إلى السلام، فقابله الطرف الآخر وأوهمه أنه ساعي مثله، فقال له تعالى مع مثلا لنطفئ. هل المقصود منها الأخوان؟ هل قصدت الأخوين بمعنى الناس بشكل عام، أم قصدت الأخوين في سوريا، أم ماذا بالضبط؟ أنا قصدت الإنسان بشكل عام. ويعني إن أردنا أن نضيق المعنى الأمة العربية. أنا أتذكر أننا إخوة. نعم بالضبط. نحمل ذات تقاسيم البشرة الواحدة، ونملك ذات الهوية. تفاصيل الهوية الواحدة وخطوط الكف الواحدة. يعني. الآن لابد أن نخرج إلى فاصل يا جهاد، بعده نواصل ما تبقى معك من قصائد، ما رأيك؟ تفضل. إذن أعزائنا المشاهدين، الآن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ما تبقى من هذا العدد من بيت القصيد، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. Thank you.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد رفقة الشاعر السوري محمد جهاد شيط. جهاد، مجددا لنتحدث عن الشعر كحالة حاليا، وأنت شاهد عليها كأحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. هل ترى أن هذا الانفتاح الإلكتروني وهذا العدد الزخم من الشعراء هو يمثل حالة صحية أم تراه غير ذلك؟ والله هو ككل الأمور، يعني إذا رد أن نسميه هو سيف ذو حدين. نعم، في جانب إيجابي وجانب سلبي. أما الجانب الإيجابي فهو ظهور بعض من يستحق أن يكون ظاهرا على الساحة ولم تمد له يد العون، أو لم يجد منبرا أو طريقا يسير عليه، فكانت مواقع التواصل الاجتماعي الحل الأمثل بالنسبة له. وأما الجانب السلبي فهو كما نعرف جميعا هو تعدي كثير من الناس على الشعر وعلى الأدب عموما، وتحديدا كان الهجوم الأكبر على النثر، أو ما سماه البعض قصيدة النثر، وأنا أرفض تسميتها بكلمة قصيدة يعني. نعم، إنما هو فن أدبي جميل ونعترف به طبعا، ولكن اختلافنا على التسمية. فكان النثر مطية سهلة لكل من هب ودب، فكل من يكتب كلمتين بالعربية صار يسميها قصيدة نثرية أو شعر آسف. فهذا الجانب السلبي من مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لهؤلاء كثيرا. لكن الجوانب الإيجابية متعددة وتتفق معي في طبعا ذلك. طبعا بالتأكيد لا شك. نعم. الآن سأطرح أمامك 5 كلمات، وكل كلمة أو كل مصطلح تعطيني رأيك به أو رؤيتك تجاهه بما لا يزيد عن 5 كلمات إلى 7 كلمات، يعني جملة واحدة. متفقون؟ تفضل. السفر. السفر، السفر بالنسبة لي متعة حقيقية. أنا أحب السفر والترحال كثيراً، ولكن ليس الغربة، يعني السفر شيء والغربة شيء آخر. الجرح. الجرح، الجرح غالباً يكون الجرح بالنسبة لي مصدر للقوة لا للضعف. الخديعة. الخديعة أكثر صفة، أسوأ صفة في الإنسان. الإنسان. الإنسان أكرم من خلق الله. الحب. الحب لغة العالم. هكذا اكتملت 5 كلمات، ولكن من هذه الإجابات المقتضبة أخذتني إلى سؤال: هل ترى أن الحب لغة العالم فعلا كما هي قولا؟ نعم، هو لغة العالم فعلا. إذا أردنا أن نتحدث بشفافية هو لغة العالم. لو أردت أن تحذف، لو قدر لك أن تحذف كلمة من اللغة، ما الكلمة التي تمنيت أن تحذفها؟ كلمة جاءت في بالك الآن. بصراحة الظلم. الظلم، لماذا؟ ربما لأنني ظلمت بعض الشيء، أو لست أنا فقط، يعني أنت تعلم ما مر به الشعب السوري عموما من فواجع وآلام، وقد ظلم فعلا في هذه المرحلة التي مر بها. فالظلم يعني كارثة بالنسبة لي، وأنا شخصيا دائما أفضل أن أكون مغلوبا لا أن أكون ظالما. كلمة ترى أنها مظلومة في مدلولها أو في فهمنا لها، في فهمنا لها، وترى أنها يعني لا تأخذ قدرها الذي يعبر عنه مدلولها، ما هي هذه الكلمة؟ صراحة كلمة الأم. الأم، إجابة موفقة، لكن لماذا؟ لأننا نتحدث كثيرا عن الأم وعن معنى الأم، وأنها نبع العطاء، وأنها وبذات الوقت لا نعطيها حقها. أنت ترى أن كلمة الأم بمدلولها ظلمت هذه الكلمة، كوننا لم نعطي صاحبتها
نعم حقها الذي تستحق. صحيح. وطبعا لن نعطيها الحق الذي تستحق مهما فعلنا. صحيح. ولكن أنت تدعو إلى مثابرة وإلى متابعة وإلى عدم نسيان وعدم تعمد إهمال، ليس كذلك؟ نعم بالضبط. إلى قصيدة جديدة هي من أمهات قصائدك أيضا، ما التي ستقرأها علينا؟ والله سأقرأ عليك نصا عن الأم. إلى الأم إذا. تفضل. من وجه أمي. أماه أماه قد نطقت بها النبضات، مذ أشرقت في قلبي الكلمات. أمي ويشتد الحنين بخافقي، وتثور في أحداقي العبرات. ويعود للماضي بألف حكاية، تغزو الشعور كأنها لمحات. وجه خرافي الملامح والنقى، وعليه من طهر الورى نفحات. لحديثها عطر يضوع مع الندى إن حدثت، ولصمتها نغمات. في عينها نظرات حب خالص، من وحيه تستمطر الرحمات. هي نور هذا الكون إن جن الدجى، تمحو الظلام كأنها مشكات. أنا إن كبرت فإن قلبي لم يزل طفلا على تحنانها يقتات. الله الله. إني أحن إلى عقود قد خلت، فتقودني نحو الرؤى الطرقات. أنا إن كبرت فإن قلبي لم يزل طفلا على تحنانها يقتات. الله الله. إني أحن إلى عقود قد خلت، فتقودني نحو الرؤى طرقات. يا ليتها تلك السنون تعودنا، يا ليتها عادت بنا الخطوات. ماذا أقول وكل قول قاصر عن وصف أمي، والكلام شتات. مهما كتبت الشعر فيها واصفا، ما أنصفت هذا المقام صفات. ولا يمكن ولا كلمات ولا أبيات ولا الشعراء مهما كتبوا. لا. هل أنت مع من يقول إن الأم هي القصيدة المتجسدة بالرحمة الحقيقية، هي القصيدة التي تعجز كل من كتبها، وهي رحلة الوفاء الذي لا مثيل له؟ نعم بالتأكيد، لا شك. الأم بحد ذاتها رحمة، يعني لا يمكن أن تذكر كلمة رحمة إلا أن تستذكر الأم معها. هل من علاقة ما بينها وبين الوطن؟ طب الأم وطن لأبنائها، الأم بحد ذاتها وطن لجميع أبنائها. أنا أذكر ما تعاني به أمي الآن من وجودنا نحن، أنا وأخوتي كل في مكان، فدائما تراها تتنقل من أقصى البلاد إلى مغربها لترى فلان ثم ترى فلان ثم ترى فلان. يا الله، معاناة. ورغم ذلك هي تضحي. نعم. وتحتمل. رغم أنها امرأة جاوزت 70 من عمرها. الآن نتمنى طبعا السلامة الدائمة لوالدتك ولكل أمهاتنا جميعا. شعر جهاد، نريد أن نذهب إلى نص له علاقة بالوطن والحنين إليه مجددا. تفضل. سأذهب إلى نص دمشقي أيضا. تفضل. إلى دمشق إذن، وأنعم بدمشق حينما تكون حاضرة في القصائد في وجدان. هي ملهمة الشعراء جميعا. تفضل. النص بعنوان عروس السماء. نعم. أتعبتني رموشها وعيون، ذابلات فيها الهوى مكنون.
كم قطفت الورود من روض خد، كم سهرنا وراودتنا الظنون، وحلمنا أن تحتوينا سماء بين كفيها فالصباح خؤون، بين كفيها فالصباح خؤون. وبنينا من الخيال قلاعا سامقات فحاصرتنا الحصون، وكأني مقيد بت فيها، أو كأني مع الرؤى مسجون. أين أمسي وأين تلك الليالي؟ أين حبي وأين ذاك الجنون؟ كيف لي أن أحيد عن ذكريات حفرتها بقلب قلبي السنين؟ كيف لي أن أحيد عن ذكريات حفرتها بقلب قلبي سنين؟ ذكريات تعتقت في خيالي كنقوش يفيض منها الحنين. كيف أسلو أيا دمشق وقلبي هده الوجد شاقه الياسمين؟ إنني شامي الهوى وفؤادي مستهام وحائر مفتون. لا تظني أني نسيتك يوما، من تربى على الوفا لا يخون. لا تظني أني نسيتك يوما، من تربى على الوفا لا يخون. لا يخون. لست أنسى بغوطتيك كروما وارفات يلفها قاسيون. سحب الخير فوقها قد تدلت واستراحت فداعبتها الغصون. تمطر الحب عند كل صباح فيفوح الجوري والزيزفون. يا عروس السماء تيهي دلالا وتباهي بالمجد يا ميسلون. وتباهي بالمجد يا ميسلون. يا ميسلون. هذا التنقل الحيوي الذي فيه من الوفاء ما فيه ما بين هذه الرموز السورية، مرة دمشق، مرة قاسيون، مرة ميسلون، والعديد من الاستحضارات. هل تعكس مدى الحنين أم أنها تريد أن تؤرخ للأجيال القادمة أيضا؟ هي تعكس مدى الحنين أولا، وهي إشارة للأجيال القادمة عن بعض لمحات من تاريخ دمشق، وخاصة تلك التي نعتز بها، ومنها معركة ميسلون التي نعرف عنها جميعا، المعركة التي خاضها الشهيد يوسف العظمة ضد الاحتلال الفرنسي آنذاك. نعم، ذكريات. نعم بالضبط. هذه الذكريات هل من الممكن أن تعود فيعيشها أهلها واقعا ويحملوا أخبارا طيبة للأجيال المقبلة؟ هل يمكن أن تعود رحلات السمر، جلسات السهر في الشام، في شوارع حلب، في مختلف مدنها وأريافها؟ هل من الممكن أن يصبح هذا واقعا؟ بالتأكيد، لا شك. لقد مرت دمشق وحلب وجميع الأوطان العربية مرت بمراحل أكثر ألما من هذه التي نعيشها الآن، وفي كل مرة كنا ننهض ونعود أفضل من سابق عهدنا. أوطاننا تعلمنا الحب. طبعا بالتأكيد. لقد ذكرتني بمقطوعة دمشقية، اسمح لي أن إلى المقطوعة مباشرة، تفضل. بس دعني أقول لك قصتها. تفضل. كتبت إحدى الشاعرات مقطوعة دمشقية على الفيسبوك، فكانت بدايتها البيت الأول منها يقول: الياسمين بشامنا مذبوح، والبلبل الشادي بها مجروح. فاستفزتني هذه العبارة، حركت القريحة. نعم. فكتبت أبياتا أحاكيها، أحاكي أبياتها ولكن بنظرة تفاؤلية عكس النظرة التشاؤمية. نعم. التي في البيت الأول. فكتبت هذه المقطوعة: الياسمين بشامنا فواح، والبلبل الشادي بها صداح. في جفنها الوسنان آيات الهوى، وبثغرها المفتون يقطن راح. والشعر شلال يحاكي جيدها، والخد إن قبلته
التفاح تبقى الشآم، تبقى الشآم وإن تغير رسمها ترياق من قد أرهقته جراحه. تبقى الشآم وإن تغير رسمها ترياق من قد أرهقته جراحه. ودائما ستكون الشام ترياق المحبين وكل المشتاقين إلى تلك الديار العزيزة بأهلها أينما حلوا وحيثما كانوا في مختلف بقاع الأرض. لابد الآن أن نذهب إلى قصيدة مختلفة نوعا ما، وأترك لك حرية اختيار القصيدة التي تود إلقاءها الآن، تفضل. ما زال في جعبتي نصين ولكنني سأقرأ واحد منهم. لك أن تقرأ واحدا أو الاثنين إذا تسنى لنا وقت، إذا كان لدينا المزيد من الوقت ستقرأ الاثنين، تفضل. هو نص تفعيلة وليس عموديا، بعنوان هواجس أنثى. أتحبني؟ نعم. قالت وقد أخفت ملايين الجمل خلف العيون الناعسات وأظهرت بعض الوجل وكأنها تبغي جوابا محتمل. فصمت لحظة دهشة متعجبا متسائلا ماذا حصل؟ أتراه وهم عابر أم أنه محض اكتئاب أو ملل؟ وأجبتها أنت الربيع بناظري، أنت البداية والنهاية والأمل. لكنها لم تقتنع وتظل تمضغها الوساوس وارتعاشات الوجل. ماذا إذن؟ هل بات يحكمنا الفشل؟ يا حلوتي يا حلوتي، هو ذا جوابي فاسمعي. هو ليس شعرا، ليس نثرا أو زجل، أنا لا أجيد صراحة فن الكلام المفتعل. أنا لا أجيد صراحة فن الغواية والشعاوذة والدجل. فدع الهواجس جانبا وخذ الخلاصة ها هنا، لو خيروني أن أعيش مخلدا في ذي الدنا أو أن أموت بذي العيون وأدفنا، لكرهت أن أحيا بعيدا نائيا واخترت موتي في عجل. أسأل الله لك طول العمر أستاذ جهاد أو محمد جهاد، طالما أن اسمك مركب تنذكر طبعا السادة المشاهدين. تبقت قصيدة، قبلها هناك سؤال وبعدها سؤال ختامي. إلى السؤال الذي يسبق القصيدة المتبقية لديك، وهو ما الذي تأمل من الشعر أن يقدمه لك؟ وهل ترى أنك على قدر هذا المأمول قدمت ليقدم لك؟ تفضل. بصراحة أنا لا أنتظر من الشعر أن يقدم لي، أنا أسعى لأن أقدم للشعر وللغة وللإنسانية بشكل عام. نعم. وهذا ما أحاول أن أعكسه في كتاباتي. هذه النظرة هل فيها نوع من التصالح مع الذات والاكتفاء بفكرة الكتابة من أجل الكتابة فقط؟ نعم نعم بالضبط، هي فكرة الكتابة من أجل الكتابة. نعم. لأنني أحب هذا الشيء، أحب أن أمارس فعل الكتابة. نعم، خذنا إلى القصيدة الختامية وانتظر بعدها السؤال الأخير، إلى القصيدة التي ستختم بها الآن والمتبقية هي كما أخبرت. سأختم بقصيدة عن حلب الشهباء، هي ليست مكتوبة على الورق. إلى حلب إذا، ولكنها في ذاكرتي، سأستحضرها إن شاء الله. لعينك يا شهباء ناحت قصائدي فأبكت قلوبا قبل عين الخرائد، كأن شغاف القلب
تعتصر الأسى فتنزف دمعا يستبيح وسائدي. صلبت على جمر التغرب مرغما، وحملت شكوى كل طفل وناهدي، وجربت أصناف العذاب وذقتها فلم أرى أقسى من عذاب التباعد. كأني فلم أرى أقسى من عذاب التباعد. هذا التباعد أحيانا يجبرنا على النسيان. أي والله صدقت. لا مشكلة. هذا النص الذي يعني جعلك في لحظة شجون تنساه، هل تتوقع في لحظة ألم ووجع ستنسى المدينة أبناءها؟ لا يمكن للمدينة أن تنسى أبناءها مهما طال الزمن ومهما آلت إليه الأمور. ما دام لنا جذور في هذه الأرض فسنعود إليها. وصلت الآن وإياك إلى السؤال الأخير يا جهاد. رسالتك إلى سوريا وهي كلمة تسجل عليك تاريخا يتذكرها ويشهد عليها كل من سيمر على هذا الفيديو المسجل أو على هذه الحلقة. رسالتك إلى سوريا، تفضل. لا أملك أن أقول لهم إلا كلمة واحدة: صبرا آل سوريا، فإن موعدكم الجنة إن شاء الله. أستاذ محمد جهاد شيط من سوريا، أنا كنت سعيد جدا معك بهذه السهرة الرمضانية العذبة وهذه القصائد الجيدة. أنا أسعد بالتأكيد، وشكرا لكم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. هذا واجبنا، نتمنى أن تكون الأيام كريمة بالقدر الذي يسمح لنا بتكرار مثل هذه اللقاءات إن شاء الله، ولي الشرف بالتأكيد. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أعزائنا المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم بإذن الله رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.